طبعا لو احنا عايزين نصنف الكابلات هنشتغل على الكابلات دي انا اقدر اختارها بناء على ايه؟ بقول والله في عندي 8 حاجات يا شباب امسك التمن حاجات امشي جواهم كده اعرف احدد او اعمل ديتكشن للكابل، الموضوع بسيط جدا بشوف اول حاجه الاوبريتنج فولتج هل الكابل ده كابل كنترول لو فولتج ميديم فولتج هاي فولتج يبقى انا بشوف تصنيف الكابل من حيث جهد التشغيل رقم 2 الاوبريتنج فريكونسي التردد يا شباب انا في عندي تو فريكونسيز في عندي 50 هرتز و60 هرتز لازم ابقى شايف الكابل بيشتغل على 50 ولا 60 الكوندكتور تايب زي ما حضراتكم شايفين يا يعني اما بيبقى سي يو نحاس او الومنيوم اي ال الكور نمبر دي حته مهمه جدا هل هو سنجل كور ولا تو كور ولا 3 كور ولا 4 كور ولا 5 كور دي حاجه مهمه جدا البارامتر السادس هي علاقه النيوترال باللاين بالفيزه هل النيوترال هيبقى قد الفيزه هل قد ال قد ال1 والال2 والال3 ولا النيوترال نص الفيزا في تو كيسز عندي ال بتساوي ال والان بتساوي نص ال هنشوف الحالات دي هنشوف بعد كده علاقه الإيرسنج انا لما بوصل عايز كابل إيرس عايز اشوف علاقه الكابل ده او علاقه الطرف الإيرس بي ال l هل هي الايرث برضو نفس القصة هل هي قد ال -L ولا نص ال l طبعا لما باجي احدد الكابلات يا شباب ما باخدش المعادلة كده وخلاص انا لازم اشوف الدريتنج فاكتور هل الكابل ده مدفون في الارض هيفرق عن كابل محطوط في الهواء على كابل تري هيفرق عن كابل محطوط في بايب هل الفورميشن ان انا رصص الكابلات دي فلات ولا تري فويل هيفرق معايا ولا لا طبعا البرامتر الرئيسي اللي هو رقم 8 الكروس سيكشن اريا وده اللي احنا هنتعلم نحدده ازاي من خلال المحاضره. لو انا بصيت على الاوبريتنج فولتج انا بقسم الاوبريتنج فولتج من حيث جهد التشغيل في عندي اللو فولتج كيبل انا بقسم اللو فولتج كيبل من 1 فولت ل 1000 فولت شباب من 1 فولت ل 1000 فولت احنا بنسميه تمام لو فولتج من 1 كيلو اللي هو 1000 فولت الى 66 كيلو فولت ده اللي هو الرينج الخاص بالميديام فولتج طيب لو الجهد ده زاد من فوق ال 66 من 66 لحد 500 كيلو فولت انا بسميه الاوفر هيد كوندكتور في طبعا عندي ما ننساش الكنترول كيبل في معلومه مهمه جدا يا شباب دايما لما بيكتب الكابل بيكتب لي جهد العزل هو مثلا في اللو فولتج انا في السنجل فيز عندي الكهرباء سينجل فيز ميتين وعشرين فولت أو في الثري فيز تلتمية وتمانين فولت، أوكي؟ أنا لازم أكتب إن الكابل ده لو فولتج كيبل وأكتب جهد العزل اللي هي بتكتب ستمية على ألف كيلو فولت أو ستة من عشرة على واحد كي في، أنا هنا في السعودية جهد العزل جهد العزل الخاص. بيه في اللو فولتج 600 على 1000 طب في الميديان فولتج يا شباب الميديان فولتج هنا في السعوديه 13.8 كيلو فولت جهد العزل عندي 8.7 على 15 كيلو فولت في مصر في عندي كاتيجوريز او فصائل مختلفه اللي 11 كيلو فولت 22 كيلو فولت ال3.3 كيلو فولت و6.6 كيلو فولت معلومه مهمه 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 جدا جهد التشغيل لما يزيد جهد التشغيل يا شباب قلنا يزيد ايه يزيد سمك العزل الانسيوليشن لنفس مقطع الكابل وبالتالي احنا بنلاقي كابلات الجهد المتوسط العزل الخاص بيها التخانه بتاعته اكبر من العزل الخاص باللو لو احنا بصينا على الرسمه اللي قدامنا ده ترانسفورمر ترانسفورمر الدخل بتاعه على اليسار اللي هو دلتا كونكشن، ما ننساش دايما في حالة الميديم فولتج، داخل الترانسفورمر دلتا كونكشن، دلتا كونكشن، أنا مش محتاج نيوترال، أوكي؟ okay. أما في حالة اللو فولتج الناحية السكندري، تمام، أنا محتاج نيوترال، يبقى أنا لازم تبقى الكونكشن بتاعتي ستار كونكشن يبقى انا عندي دلتا كونكشن في البرايمري وستار كونكشن في السكندري لو بصينا على الكابلات وده المهم بالنسبه لنا هنلاقي السكنس او التخانه الخاصه بالعزل التخانه الخاصه بالعزل يا شباب اللي هي الطبقه اللي بعد اللي بعد الكوندكتور هنلاحظ ان الطبقه دي التخانه بتاعتها في الميديم اكبر تخانه او اكبر سماكه من العزل اللي موجود في حالات اللو فولتج كيبل وبالتالي يا شباب معلومه مهمه جدا والله بصفه عامه الفولتج بروبورشنال تو الانسيوليشن الفولتج يا شباب بيتناسب تناسب طردي مع الانسيوليشن لما يزيد العزل يزيد الجهد لما يزيد الجهد لازم يزيد العزل لما انا اكون عندي جهد عالي لازم يبقى العزل كبير التخانه بتاعته اكبر السمك اكبر طيب مين بقى بيعتمد على مين بيتغير بتغير التيار الكروس سكشن اريا يبقى معلومتين مهمين بقى يا شباب في الكابلات الجهد دي معلومه مهمه جدا معلومه اهم معلومه في محاضره النهارده لما يزيد الجهد يزيد العزل لما يزيد التيار لازم تزيد الكروس سكشن اريا يبقى مساحه المقطع بترتبط بالتيار والعزل بيرتبط بالجهد طيب خلينا نشوف نرجع تاني نقول والله انا عندي الكوندكتور كان المونيوم تمام اللي هو الاي ال زي ما احنا شايفين كده الابيض او كبر نحاس خلينا نشوف معلومه مهمه جدا يا شباب الكوندكتيفيتي التوصيليه بتاعت النحاس اكبر ولا الالومنيوم طبعا الكوندكتيفيتي بتاعت النحاس اكبر هنا المعادله دي بتقول لي ان الكوندكتيفيتي بتاعه الالومنيوم 65% من الكوندكتيفيتي بتاعت النحاس يعني توصيليه في 65% من توصيليه النحاس وبالتالي الكوندكتيفيتي الخاصه بالنحاس اعلى طبعا الالومنيوم اخف من مين اخف من النحاس كوزن معلومه مهمه جدا طبعا الكوست النحاس اغلى يا شباب في الكابلات كابلات النحاس اغلى من كابلات الالومنيوم حاجه مهمه جدا العزل العزل يا شباب انا قلت في عندي بي في سي اكس ال بي اي بولي فينيل كلورايد وكروس لينكد بولي ايثيلين كروس لينكد بولي ايثيلين الستاندرد تمبريتشر البي في سي شايف البي في سي اهو بيتحمل لحد 70 بس اما الاكس ال بي بيتحمل درجات حراره لحد 90 طب في حاله الشورت سيركت ليفل الماكسيمم تمبريتشر في حاله البي في سي بتبقى 150 اما في حاله الاكس ال بي اي 250 يبقى انا لازم اركز ان انا لو مواصفات الكابل بتاعي بشوف انا عايز الابلكيشن بتاعتي بي في سي تحمل درجات حراره لحد كام او اكس ال بي طبعا الاكس ال بي اي بتحمل درجات حراره اكتر وبالتالي هو افضل كعزل طيب نروح للارمورنج يا شباب معلومه مهمه جدا 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 الارمورنج زي ما قلنا بيستخدم في الضغوط الميكانيكيه عشان اقدر اخلي الكابل يتحمل قوه ميكانيكيه تمام اقدر اعمل دفن للكابل داخل الارض يعدي على الكابل ده اوزان لازم اعمل له تسليح الله ارمورنج الارمورنج يبقى فيه عندي كابلات ارمورد وفي كابلات نان ارمورد في نوعين يا شباب من الارمورنج في كابل زي اللي انا شايفه في الاول ده بجيب شيت شيت اللي هو ستيل تيب ارمورنج الشيت ده بيتلف حوالين الكابل عشان يديله قوه ميكانيكيه وفي النوع الثاني اللي هو اسمه اس دبليو اي ستيل واير ارمورد اللي هو بيبقى عباره عن اسلاك اسلاك بتديني القوة الميكانيكية يبقى لو حد سألني انواع الارمورينج مهمة جدا الستيل تيب ارمورد و واير ارمورد الشكل الاولاني الستيل تيب ارمورد والشكل التاني الستيل واير ارمورد تمام زي الفل